بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول النظام الجديد، والمحور الثاني العمليات الحسابية والتفكير الجبري والوحدة التامنة ترتيب العمليات، والمفهوم الأول في الوحدة التامنة ترتيب العمليات. ودرسنا النهاردة هو الدرس الثاني في الوحدة التامنة والأخيرة اللي هو بعنوان أي العمليات تأتي أولا. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار درسنا وإزاي هنشتغله مع بعضنا. درسنا بيتكلم على العمليات الحسابية اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة. لما بتكون موجودة عمليات مختلفة داخل مسألة، مين نبدأ بيه أو مين يبتدي الترتيب بيه؟ يعني بيقول لي استطيع ان انا الهدف بتاعي من الدرس ان انا ارتب العمليات عشان احل المسائل المكونة من عمليتين بس مثلا. يعني هيبدأ بيستكشف عشان خاطر يذكرنا بحقائق الضرب والقسمة اللي كنا تعاملنا معاها قبل كده، وبيقول لي تعال نتكلم عن الاعداد. يعني قبل ما نشوف الموضوع بتاع العمليات وايه اللي هيجي الاول وايه الترتيب بتاعه، تعال نحل كده، حل كل مسألة، وبعدين بعد ما تحل انت وزميلك كده اعمل توصيل بخط بين المسائل اللي لها صلة ببعضها، بمعنى ان اللي مرتبطة مع بعضها في حقيقة رياضية ضرب واحدة يبقى توصل بينها بين الايه المسألتين بتوعك دول. برضو بالإضافة لأنك تضيف كمان مسألة تانية تكون مرتبطة بكل زوج مترابط مع بعضه. يعني كن مستعد ان انت تشارك افكارك بقى، سواء اذا كنت في الفصل مع الفصل او مع حد في البيت معاك بيتابع معاك. يعني تعال نشوف كده، نبدأ نحل حقائق رياضية سهلة، حقائق الضرب. يعني 8 في 4 عشان ما نطولش الوقت، بس 8 في 4 كان ب 32، طب 72 لما قسمها على 9 بكام؟ طبعا شرحنا التفصيلات بتاعت الحلول والتفكير وازاي تحل المسألة والكلام ده كله، يعني سبق لنا للي متابع معايا ماشي مستريح ان شاء الله. طب برضو بيقول لي طب اقسم ل 64 على كام عشان تجيب لي 8؟ اقسمها على 8 لان 8 في 8 بتجيب 64. لاحظ ان هنا الاعداد عبارة عن عوامل في عملية الضرب، عبارة عن عوامل وحاصل ضرب، يعني عاملين وبيطلع حاصل ضرب. لكن في عملية القسمة مقسوم ومقسوم عليه وخارج قسمة. طب نبدأ برضو نشوف 100 على 20. ايه معنى 100 على 20؟ يعني 100 فيها كم 20؟ برضو هنا نفس الفكر، 100 فيها 8 ايه؟ فيها 8 تمانيات مثلا. هنا 100 فيها 20 يعني كم مرة؟ يعني كم مرة في العشرين، كم مرة من العشرين تجيب المية، خلاص كده. او 100 فيها كم 20، ممكن اقولها كده اسهل خالص، فيها طبعا 5. طب نشوف كده الباقيين عشان نعرف نوصل. 8 في 8 بكم؟ ب 64. طب لما اجي اقول طب 100 على 5، يعني 100 فيها كم 5، او لما اقسمها على 5 اشخاص كل واحد هياخد كام؟ فكر وشوف كده هتلاقيها 20. طب 32 لما اقسمها على 4 هتديني كام؟ هتديني 8. ليه؟ لان 8 في 4 بتديني 32. طب 9 في كام بتجيب 72؟ 9 في 8 تمام كده. طب كلام جميل وصلنا. تعال بقى كده نبص لاول مساله. اول مساله الاعداد بتاعتها ايه؟ 8 و4 و32. هل الاعداد دي مكرره مرة تانية قدامك؟ شوف كده وبص في الطرف الثاني او العمود الثاني اللي فيه الف وبيه وجيم ودال، وهنا واحد واثنين وثلاثة واربعة، شوف هتوصل مين مع مين. هتلاقي نفسك وجدت الاربعة والثمانية والاثنين وثلاثين موجودة في نمرة جيم، مش كده ولا ما انتش ملاحظين معايا؟ طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان انت عارف ان لما يكون عندي تلات اعداد بالشكل ده فيهم حقيقة للضرب، بقدر اتعامل معاها بعمليتين ضرب وعمليتين قسمة. يعني بقول الثمانية في اربعة بتساوي 32، والابدال طبعا متحقق في الضرب، فممكن تبقى اربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، اذا في عندي حقيقتين ضرب. طب والقسمة هنا ممكن اقول 32 على
4 بتديني 8، وممكن اقول 32 على 8 تديني 4، مش كده؟ اذا نمرة واحد هتتوصل مع جيم، ونضيف واحدة من اللي احنا قلناهم الباقيين من الاربعة، يعني هم دول اتنين، ممكن تضيف اتنين تانيين اللي هي دي 8 في 4، ممكن تقول 4 في 8، ممكن دي تبقى اضافة، 4 في 8 ب 32. طب هو هنا جاب 32 على الاربعة بتساوي 8، انت تجيب له ال 32 على 8 تجيب 4، واضحة كده؟ طب تعال نشوف التانية برضه عشان ما نطولش الوقت، شوف كده 8 و9 و72، ابحث عنهم هتلاقيهم فين؟ في نمرة دال قدامك زي ما انت شايف كده. طب هات له بقى يعني معادلة تانية او مسألة تانية مرتبطة بنفس الاعداد دي. انت خدت هنا ال 72 على التسعة فيها التمانية، ممكن انا اخد لك ال 72 على التمانية فيها التسعة، او خدت هنا 9 في 8 ب 72، ممكن اقول 8 في 9 ب 72، تمام كده؟ طب تعال نشوف المسألة الثالثة، 8 8 64، فين الاعداد دي؟ اهي موجودة هنا. طب انا لما افكر بقى، هنا واحدة ضرب وهنا واحدة قسمة، لو انا عملت ابدال في دي عشان هو نفس العدد هتديك نفس الإجابة، يعني دي 8 في 8 هتبدلهم تقول ايه؟ 8 في 8 برضو، يبقى هي هي. طب هنا ال 64 على 8 بتجيب 8، طب لو عملت العملية العكسية بتاعتها او العملية التانية هتقول ايه؟ 64 على 8، هتقول لي قصدي 8 دي. طب ما هي 8 دي هي ال 8 دي، اذا دي ملهاش غير العمليتين دول بس، اللي هي عملية الايه اللي احنا شايفينها قدامنا، اللي هي عملية الضرب الواحدة اللي قدامي والقسمة الواحدة اللي قدامي. ففي الحالة دي مش هجيب له حاجة تاني، ليه؟ لان الاتنين التانيين متحققين في نفس الايه، في نفس المسائل بتاعتي. طب تعال نشوف اخر واحد اللي هي 120 5، دي طبعا زي ما احنا شايفين نمرة ب، وبالتالي هوصلها بنمرة ب، وهات عكسها بقى او هتضرب مثلا 5 في 20 ب 100، او هات هو جاب لك هنا ال 100 على ال 20 وجاب لك ال 100 على الخمسة، يعني جاب لك حقيقتين القسمة بتوعك، يبقى انت ممكن تجيب حقيقة الضرب اللي هي 20 في 5 او 5 في 20، تمام كده؟ اذا ال 5 في 20 بتديني 100 او 20 في 5 بتديني 100. دي فكرة المسألة، يعني مراجعة كده ظريفة قبل ما ندخل في القصة بتاعتنا. تعال نشوف اللي هو موضوعنا، يعني اي العمليات تأتي اولا. هنا هيدخلنا في موضوع استكشاف ترتيب العمليات. تعال بس قبل ما نتكلم في الكلام ده، تعال نشوف السبورة بتاعتنا ونسأل سؤال كده ونقول لك ممكن لو تكرمت تحلل المسألتين دول، واكتب لك المسألتين قدامك. اذا قريتها من الشمال لليمين، من اليسار لليمين، 4 زائد 5 في 6، والتانية 5 في 6 زائد 4. لو قلت لك حل المسألة دي انت وزميلك مثلا، او قلت لك انت حلها، بتبدأ تفكر 4 زائد 5 9، مش كده؟ في 6 تديني 54. طب هقول لك حل المسألة التانية، هتقول لي 5 في 6 ب 30 زائد 4 بتديني 34. طب بص كده بقى، هسألك انا، هقول لك المسألتين اللي انا مديهم لك دول فيهم نفس الاعداد 6 و5 و4، ودي 6 و5 و4، مش كده ولا لا؟ ونفس العمليات، ال6 في ال5 وزائد ال4، وهنا برضو ال6 في ال5 زائد ال4، لكن واضح ان الاجابة هنا مطلع 54 والإجابة هنا مطلع 34، تمام كده؟ يعني إجابتين مختلفين. هل ممكن إن نفس المسألة يكون لها إجابتين مختلفتين؟ ما احنا بنقول هي نفس المسألة، يعني الستة في خمسة زائد أربعة هي خمسة في ستة زائد أربعة، لكن طلعت هنا 54 وطلعت هنا 34. هتقول لي ليه؟ يعني هل من الممكن ان الكلام ده يحصل؟ ها هترد تقول لي ايه؟ هتقول لي ان عشان احنا بدلنا الاعداد مثلا، مش كده ولا لا؟ والابدال متوفر في الايه؟ في الجمع. طيب كلام جميل. وهتقول لي طب ما هو برضو ترتيب الاعداد هنا غير هنا. كلام جميل. هنبهك بقى
وهلفت نظرك واقول لك ايه، هو فعلا الابدال موجود في الجمع والضرب، لان الجمع عملية ابدالية والضرب عملية ابدالية، وان ترتيب الاعداد المفروض ان هو ما بيغيرش من النتائج. طب كويس، يبقى ايه تفسيرك بعد اللي احنا قلناه ده كله؟ ازاي طلعت المسألة مختلفين مع ان انت بتقول اهو ان هم مش مترتبين عشان كده طلعوا مختلفين؟ ربنا عليك، وقلنا لك ان الترتيب المفروض الابدال ما غيرنيش في الناتج، مش كده ولا لا؟ تردك ايه على الكلام ده بقى؟ اقول لك انا عشان تبقى سهلة عليك شوية، اقول لك ان الكلام ده اللي انت بتقوله صح، ان الابدال موجود في الجمع والضرب والترتيب ما بيغيرش من الناتج. بس الكلام ده امتى؟ الكلام ده لما يكون في مسألة فيها عملية واحدة، يعني لما تقول 5 في 6 هي 6 في 5، لما تقول 7 زائد 4 هي 4 زائد 7 والنواتج بتطلع واحدة. لكن لما تكون في المسألة في عمليتين زي دي، ضرب وجمع وهنا جمع وضرب، وبالتالي هيبقى التفسير بتاعي ان الابدال اللي انا قلته لك دلوقتي اللي متحقق في الجمع والضرب، وان ترتيب الاعداد ما بيغيرش من الناتج، ده بيكون في عملية واحدة فقط. تمام الكلام لغاية كده؟ واضح معانا حبايبي؟ طب تعالى نشيل الكلام بتاعنا ده ونبدأ نتكلم مع بعض كده ونشوف ايه الحكاية اللي هنسمعها دلوقتي. قلنا ان العملية دي او الترتيب اللي انت بتقول عليه سبب التغيير، لا طبعا الترتيب ما بيغيرش هنا بقى ندخل في الخلاصة كده، ان انت لما تيجي تحل مسائل، فيها اكتر من عملية وفيها اقواس وفيها ضرب او قسمة وفيها جمع او طرح، لازم يكون في ترتيب للعمليات. هو الحقيقة هنا يعني في كتابك ناقص جزئية، المفروض ان في حاجة اسمها الاسس بعد الاقواس. احنا قلنا قبل كده على الاقواس، فاكرين ان احنا لما بنتعامل، لما اتكلمنا على التوزيع الضرب على الجمع، كنا بنقول نتخلص من الاقواس اولا او نطلع اللي داخل الاقواس اولا. كلام صح. في بعدها خطوة تانية اللي هي الاسس. ايه الاسس دي يا استاذ؟ الاسس دي ان شاء الله هتاخدها مستقبلا في الضرب المتكرر والكلام ده. انت خدت منها لقطة كده لما قلنا مساحة المربع بتساوي ان انا بضرب طول الضلع في نفسه، يعني طول ضلعه 5، بقول 5 في 5 يعني 5 تربيع. اهو كلمة تربيع دي او اس 2 دي قلناها قبل كده على فكرة، انت مرت بيك، لكن انت مش هتاخد التجربة مع الاقواس والاسس حاليا دلوقتي، لكن هتاخدهم بعدين. اذا بس انت يبقى عندك علم ان لو قدامك قوس يبقى تفك القوس اولا. تمام كده؟ بس يعني تتخلص من اللي داخل القوس تطلعه بره، يعني جوه القوس مثلا 6 في 7 داخل القوس، يبقى طلع الناتج بتاعهم الاول، اول حاجة تعملها. طب المهم لو انت عندك ضرب وقسمه، سواء اذا كنت جاي، خلينا من اليسار لليمين، هو احنا اتفقنا قبل كده ان الدليل قايل ممكن نمشي من اليسار لليمين وممكن نمشي من اليمين لليسار، على حسب ما انت ماشي بقى. اذا كنت هتمشي من اليسار لليمين، يبقى بتمشي وانت ماشي كده بتشوف الضرب الاول او تعرضت القسمة، يبقى تخلصها. تقول لي طب اتعرضت للاثنين، شوف اللي انت اول واحدة قابلتك مين تخلص منها، ضرب او قسمة، وبعدين اللي بعدها، وهكذا اذا كانوا على الاثنين. طب وبعدين بعد ما بتخلص الضرب تدخل على الجمع او الطرح، يعني ضرب واسمع دول يفضلوا على الجمع والطرح، هو مش يفضلوا، هو لابد ان احنا نتعامل معه. طب الكلام ده عايزين نتدرب عليه، مش كده ولا لا؟ هيبتدي معاك بطريقة عجبتني الحقيقة، جميلة جدا. اي نعم هي العاب متكررة ودايما نشوفها في الفيس والكلام ده، جايب لي 3 مستطيلات وبيقول لي مجموعهم 12، يبقى كل مستطيل بكام؟ ال 12 هتتقسم على 3. خد بالك ده مجموع هنا، خد بالك من الاشارات، انتبه للاشارات، ده مجموع هنا. هتقول لي دي ال 12 لما اقسمها على 3 المتكررين دول هيبقى كل واحد ياخد 4، مش كده؟ يبقى هقول ده ب4 وده ب4 وده ب4، اذا المستطيل بكام؟ ب4. طلعوا بكام ال 3 مستطيلات؟ ب 12.
طب يبقى المستطيل الواحد بكام؟ باربعه. الاثنين بكام؟ بثمانيه. خلينا عرفنا المستطيل بكام. طب هنا جايب لي مستطيلين وجايب لي مثلث. طب احنا قلنا المستطيل ده باربعه، شوف انا بفكر ازاي، بفكر زيك كده عشان خاطر توصل للاجابه. اه المستطيل باربعه والمستطيل ده باربعه، يبقوا الاثنين دول كام؟ 8. وانت عندك الاجابه كام؟ 18. شيل من ال 18 ال 8 دول، يفضل لك ايه؟ 10. ال 10 دي تبقى بتاعت مين؟ بتاعت المثلث، مش كده ولا لا؟ عشان تبقى 4 زائد 4 زائد 10 هتجيب ال 18. اذا عرفنا حاجه ثانيه، عرفنا المستطيل باربعه، وعرفنا دلوقتي المثلث بايه؟ ب 10. تعال نشوف المسألة دي برضو، جمع ثلاث حاجات. المستطيل ده احنا عارفينه بكام؟ بعشرة. ما انت تتعامل مع اللي انت عارفه عشان توصل للي انت متعرفهوش. ده انت عارفه بعشرة وده انت عارفه بعشرة، بقوا دول بكام؟ بعشرين. وانت عندك كام هنا؟ 26. يبقى فضلك الدايرة تكون بكام؟ مدام الاتنين دول بعشرين والكل بستة وعشرين، يبقى الدايرة تكون بستة، مش كده؟ يبقى اعملها بالشكل ده، اقول ستة وهنا عشرة وهنا عشرة، تمام؟ مش عارف الاصفر في الاصفر ده باين ولا لا، معلش. طيب تعالى بقى هنا نشوف بقى كل حاجه. احنا عرفنا ثلاث حاجات، عرفنا المستطيل باربعه خلاص، والمثلث بعشره، والدايره بسته. خلاص حط كل واحد من دول في مكانه، حط للمثلث عشره، وحط للدايره سته، وحط للمستطيل اربعه. المثلث عشره والدايره سته والمستطيل أربعة كده. تقول لي بقى ايه؟ 10 زائد 6 زائد 4 يبقى غلط. ليه؟ لان انت عندك هنا عمليتين. ايه هما؟ جمع وضرب. اتفقنا نعمل مين الاول، مع ان اللي جاي في الاول الجمع. لا، ما دام في ضرب اولى ان احنا نشتغله الاول ونحسبه الاول، حتى لو ما كتبناهوش مش مهم، المهم فكره بمخك، احسبه بمخك. 6 في 4 بكام؟ ب 24، مش كده ولا لا؟ ضيف عليهم ال 10 بقى، يعني قول 10 زائد اللي طلع من دول 24، يبقى الاجابه بكام؟ ب 34. احنا طلعنا المستطيل بكام؟ ب 4، والدايره بكام؟ ب 6، والمثلث بكام؟ ب 10. طب يبقى مجموع دول؟ لا مش مجموع دول، يبقى ضرب دول واضيف عليهم دول، يدوني كام؟ قلنا 24 و10 يدوني 34. طيب هو المفترض الحقيقه ان انا اسيب باقي المسائل، بس اهو برضو هوريكم الافكار بتاعتها. جايب لي هنا 18 لثلاثة من عيون حرس، الواحده بكام؟ هم الثلاثه ب 18، نفس الفكره اللي فاتت. يبقى ال 18 هسرع شويه، ال 18 هتقسم على 3 تدينا 6 لكل واحده، تمام؟ طب دي واخده 6 ودي واخده 6، بقوا كام كده؟ 12. 12 من ال 23 يبقى فاضل لك اللي هنا دي، اللي هي مفتاح الحياه ده، هيبقى بكام؟ ب 11. يعني اذا عندي هنا 6 وهنا 6، 12 و11 بتاعت دي، يبقى 23. بقى عندك كام علم بيهم دلوقتي؟ عندك علم بالعين ب 6 والمفتاح ب 11، تمام؟ تعال نشوف المفتاح هنا هنحطه بكام؟ ب 11. طب انا ما اعرفش المثلث، طب شيله من الايه؟ من ال 17، ده ب 11، شيله من ال 17، هيبقى اللي فاضلين هما الاثنين دول، السته، مش كده؟ 11 شيلهم من ال 17، يبقى فاضل 6، يبقى كل واحده من دول بكام؟ ب 3. 3 و3 و11 يدوا لك كام؟ يدوا لك ال 17. طب عرفنا بقى كل واحده، لكن هنا في اثنين من المثلث، يبقوا دول كام؟ 6. يعني 3 في 2 متكررة مرتين، ودي بكام؟ ب 6، تمام كده؟ طب ودي بكام؟ ب 22، 11 و11، لغاية كده كويس؟ هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ ها؟ اوعى تقول لي اجمع، لا بص الضرب جه في الأول، أنا ما يهمنيش جه ام فين، لكن هو اللي لازم أبتدي بيه، يبقى أقول 6 ب 6 ب 36 أضيف عليهم ال 22 تطلع لي الإجابة 48. بس إحنا قلنا دلوقتي إيه؟ قلنا إن عين حورس بستة ومفتاح الحياة ب 11 والهرم بثلاثة، والإجابة ضرب ستة في ستة ب 36 وأضيف عليهم ال 22 تديني 58، تديني 58، ستة في ستة ب 36، 36 و20 يبقى 56 و2 يبقوا 58، تمام؟ طب تعال نشوف اللي بعدها، اسرع معايا يلا. ها كل واحده بكام؟ بتسعه، برافو. طب
نشوف هنا عندي دي بتسعة، طب اعمل ايه؟ هنا لازم نقف شوية نفكر بقى، اعمل ايه؟ ايه العدد؟ انا عرفت دي بتسعة، ايه العدد اللي اضربه في التسعة وبعدين اجمع على الناتج نفس العدد اللي ضربت فيه هنا، لان ده هو ده، مش كده ولا لا؟ طب نبدأ نفكر، هنقول ايه؟ طب هنقول دي تسعة، تسعة اضربها في كام تديني 80 لما اضيف عليها نفس الحاجة دي. لو قلت تسعة في 8 مثلا عشان نسرع بس، تسعة في 8 بكام؟ ب72، مش كده ولا لا؟ يبقى فاضل لي كام؟ فاضل لي 8، صح ولا لا؟ طب التمانية دي لو انت قلت بقى التسعة في 8 ب72 ودي هي دي، يبقى 8 زيها، مش كده؟ يبقى هقول كده دي 8 ودي 9 ودي 9، خد بالك في ضرب هنا وجمع. طب 9 في 8 ب72 وهضيف زي دي عشان هي هي، يبقى هضيف عليها 8، هتجيب لك ال 80. طب انت عارف ان دي بكام؟ ب 8 ودي بكام؟ ب 8، حلو قوي. طب شيل بقى، شوف بقى هنا انت عايز العدد اللي تضربه في ال 8 دي وتضيفه عليها ال 8 دي بتطلع 48، تعمل ايه؟ ها تعمل ايه؟ تفكر؟ ايوه، تقول اشيل المجموع الاول من هنا ومن هنا، يعني ال 8 دي اشيلها من هنا ومن هنا، هيبقى فاضل كام؟ هيبقى فاضل 40. طب انا عارف ان دي 8، تبقى 8 في كام بقى عشان تجيب ال 40؟ تبقى 8 في 5، يعني دي 8 ودي 8 ودي 5، ولما تيجي تحلها هتقول 5 في 8 ب40 وعليهم 8 يدوني ال 48. ارجو ان انتوا تكونوا فاهمين المساله دي. طب احنا عرفنا ان شبه المنحرف بكام عندي؟ ب9، تمام، ودول 2 يبقوا بكام؟ ب18. طب عرفنا الشكل الخماسي بكام؟ ب8، ودول كام؟ 2 يبقوا كام؟ ب16. طب والدايره دي بكام؟ ب5، اكتب 5، يبقى هعمل الاولانيه 16 عشان 2 شكل خماسي وكل شكل ب8، يبقوا الاثنين ب16 والدايره ب5 والشبه المنحرف ب9، يبقوا دول ب18. اعمل ايه؟ ها اعمل ايه؟ اضرب برافو وبعدين اضيف ال 16. لما اضرب 8 في 5 في 18 هلاقيها 5 في 10 ب 50 و5 في 8 ب 40 يدوني 90، واضيف عليهم ال 10 يبقوا 100، واضيف عليهم ال 6 يبقى 106. احنا قلنا شبه المنحرف بكام؟ ب 9، مش كده ولا لا؟ وقلنا الشكل الخماسي بتاعنا بكام؟ الشكل الخماسي ب 8، وقلنا الدائرة بكام؟ ب5، وقلنا هنعمل ايه هنا؟ هنضرب دول يدوني 90 واضيف عليهم ال 16 يجيبوا لي 106. تمام كده حبايبي؟ وصلت المسائل؟ طب في تاني يا ترى؟ اه في تاني كمان. طب هنا دول 6 دول 6، خد بالك 2 و2 و2 يعني 6، ودي 36. طب ايه اللي الستة تتكرر كم مرة عشان تجيب ال 36؟ 6 مرات، مش كده ولا لا؟ احنا عايزين عدد يتكرر اهو 6 مرات يجيب ال 36، هيبقى على طول ايه؟ الستة بتاعتي، يعني دي 6 و6 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 و6، يبقوا دول، ما اكتبش 6 بقى هنا، لأن دول 2، مش كده؟ هيبقى 12 و12 و12، 12 في الثلاثة بتجيب ايه؟ ال 36. طب أنا عارف دي بكام؟ ب6، اوعى تقول ب12، دول عشان 2، دي ب6. طيب وبعدين الستة عايز اضربها في عدد واضيف عليها بعد كده نفس العدد. طب فكر كده، لو قلت 6 في 5 مثلا ب30، طب ما تنفعش، لان انا عايز لما اجمع عليها دي كمان تجيب 28، ودي زي دي. طب اقول ايه؟ 6 في 4 تطلع بكام؟ ب24، لو فرضنا دي 4، طب 6 في 4 ب24، ودي زيها 4، يبقى لما اضيف عليها تجيب 48، يبقى الاجابه بتاعتي 6 هضربها في 4 تديني 24 واضيف عليها 4 تجيب 28. تقول لي طب انت ازاي بتقدرها؟ ما بقدرها هنا عشان انت بتشوف ايه العدد اللي بتضربه في 6 يديك اقل من 28. هتقول لي طب اقل من 28 قدامي 6 في 3 ب 18، بس دي خد بالك 18 من ال 28 ده 10، يعني ما ينفعش الا اذا
قلت ضربت هنا في 5 بقى و5، طب ما مش هتجيب لك ال 28، مش كده ولا لا؟ عشان كده لما اتحسبت لقينا 6 في 4 بتديك 24، يفضل 4 اهي زي اللي انت ضربت فيها دي اهي، لان دي زي دي، دي قلب ودي قلب، مش كده ولا لا؟ وده الوجه الضاحك المبتسم. طب هتبتدي بقى تحل ازاي؟ هقول 4 في 6 اضرب الاول ب 24 واضيف عليهم 4 يدوني 28. طبعا انا هدفي ان انا احل لكم المسائل دي كلها عشان تلزق في مخك فكره انك بتضرب الاول وبعدين بتضيف الجمع عليهم. عرفنا دي بكام؟ ب 4، ودي بكام؟ ب 4. حلو قوي. طب ايه العدد اللي هضربه في الاربعه دي واضيف عليه الاربعه دي عشان تطلع، ما انا عارف دي باربعه، عشان تطلع 44، تعمل ايه؟ ما دام معروف اللي انت هتضيفه احذفه من هنا ومن هنا، يعني شيل الاربعه من هنا وشيلها من هنا، يبقى فاضل هنا ايه؟ 40. 40 دي تبقى 4 في كام هنا؟ في 10، مش كده ولا لا؟ يبقى الاجابه بالشكل ده. طب هنا القلب بكام؟ باربعه، ودول اتنين يبقوا بكام؟ بتمانيه، وده بكام؟ ب10، وده بكام؟ ب6، مش كده ولا لا؟ هتكتب الاول وبعدين تبص على العمليات، هتبقى 8 عشان دول 2 قلب، وده قزح ب10، والوجه الضاحك ب6. طيب كلام جميل، يبقى اذا عرفنا ان الوجه الضاحك ب6 والقلب ب4، اثنين اهم كل واحده ب4 يبقوا 8، وقزح ب10، بعمل ايه؟ اضرب الاول ب60، مش كده؟ 10 في 6 واضيف عليهم الثمانية يدوني كام؟ 10 في 6 ب60 و8 عليهم هيدوني 68. تمام؟ نشوف كمان دي كام شمس هنا؟ 3 بكام؟ ب27، يبقى كل واحدة بإيه؟ ب9، لسه واخدينها من شوية مسألة فاتت. طب دي بكام؟ ب9، ودي بكام؟ ب9، يبقى دول بكام؟ ب18، ناقص لي كام لغاية ما أوصل ل22 عشان أشوف المطر ده هتبقى كام؟ هتبقى 4. مش كده؟ يبقى 9 و9 و4 عشان هم كلهم مجموعين. طب هنا المطر بكام؟ ب4، وهنا ب4. طب والسحاب بكام بقى؟ طب 4 و4 يبقوا كام؟ 8، من ال 18 يبقى فاضل 10، يبقى السحاب بكام؟ ب10. تمام؟ عرفنا هنا بقى المطر بكام؟ ب4، واتنين سحاب بكام؟ ب20، مش كده؟ واتنين شمس بكام؟ ب18. يبقى اقول كده بالشكل ده، 4 والعشرين بتاع الاثنين السحاب كل واحدة ب10، وبعدين الشمس كل واحدة ب9 يبقوا ب18، وبعدين اكتب بس ايه الشمس بكام؟ قلنا ب9، مش كده ولا لا؟ والمطرة بكام؟ ب4، والسحاب بكام؟ ب10. طب اعمل ايه بقى بدول؟ خدوا بالكم، السحاب ب10 ودول 2 عشان كده كتبنا 20، الشمس ب9 ودول 2 عشان كده كتبنا 18. فين هنا؟ في ضرب وفي ايه؟ جمع. اضرب الاول 4 في 20 ب80، 80 عليهم ال 10 يبقوا 90، وعليهم ال 8 يبقوا 98. تمام كده؟ اظن يعني كده متهيألي بقينا تمام في ازاي نجري عمليات الايه؟ الترتيب بتاعه العمليات بتاعتي. هل يا ترى تفكيرك بقى بالكتابه عن الرياضه وتوقف وتفكر وتكتب وبعدين تشوف اللي انا هكتبه، هل يعد الترتيب اللي احنا بنتبعه في العمليات عند حل المسائل مهم؟ طبعا مهم. ليه؟ لان اجراء العمليات بترتيب مختلف عن الترتيب اللي مفروض يكون صح ويتعمل هيغير من النتائج اللي هتطلع، زي ما شفنا المسألة اللي طلعت 34 ومش عارفه كام و54 باقي وهي نفس المسألة. اذا الترتيب مهم جدا عشان نحصل على نفس النتائج، وطالما ان 20 واحد حلوا بالترتيب هتلاقي الاجوبة كلها بتاعت ال20 هي نفس الاجابة، مش كده ولا لا؟ يبقى هنحصل على نتائج الصحيحة ومش هتختلف معايا النتائج طالما ان انا ماشي بترتيب العمليات. طب تعالى بقى سريعا كده، يلا بقى ده اللي احنا عايزين نوصل له من بدايه الدرس لغايه هنا بقى. المساله فيها ايه؟ فيها ضرب وفيها جمع، اعمل ايه؟ الضرب الاول يعني اضرب دول في مخ كده بكام؟ ب16، انت اقول ايه؟ 16 زائد 13 تديني كام؟ 29. طب دول الضرب الاول بكام؟ ب30، اشيل منهم ايه؟ ال 12 يدوني كام؟ 18. تمام؟ هنا الضرب فين؟ في الاخر، اضربه الاول 160 وبعدين قول 200 ناقص 160، ما تقولش بقى 160 ناقص 200، لا، اللي جه في الاول يتكتب في الاول، واللي اتحسب في مخك يتكتب في الاخر لان هو جاي في الاخر، ودي الضرب بتاعها ب 160، يعني هتقول ال 200 ناقص ال 160 تجيب لك 40.
طب هنا الضرب فين؟ لا هنا قسمة. ماشي خلصها برضو في الاول. 8 على 2 فيها كام؟ فيها 4. المسألة بقت ايه؟ 5 زائد 4 ب9. تمام. طب هنا القسمة جت في الاول، خلصها في الاول. 20 على 5 فيها كام؟ فيها 4. 4 زائد 5. شفت بتمشي ازاي؟ لان لو مشيت كده على طول بالترتيب هتبوظ المسألة، فطلع عكس اللي فوق، لان دي 20 على 5 تجيب لي 4 زائد 5، دي كانت جايبه 5 زائد 4، عشان هنا جت الخمسه في الاول والقسمه وراها، لكن هنا جت القسمه في الاول والجمع وراها. تمام؟ وضحت؟ طيب يلا بقى دورك انت بقى في تحقق من فهمك كده، اطمن ان انت فاهم. بص على المسائل كده، وقف الفيديو وحلهم وارجع لي تاني عشان تشوف حلولك صح ولا غلط. ومهم انك تقفل الفيديو، وقف الفيديو وتشوف عشان تطمن ان انت ماشي صح. هنا في ضرب وبعدين طرح. اضرب 48 وشيل منهم الأربعة يدولك 44. طب اعمل ايه هنا؟ خد بالك في جمع وجمع وضرب. خلص الضرب الاول بكام؟ ب20، وضيف عليهم الخمسة يبقى 25، وضيف عليهم الخمسة التانية يبقى 30. يعني 5 زائد 5 بكام؟ ب10. ودول اللي انت حلتهم الاول ب20 ادولك الاجابة ايه؟ 30. طب هنا اضرب الاول ب54 وشيل منهم ال10 يبقى 44. طب هنا اقسم الاول 2 وضيف عليهم ال20 22. تمام؟ 22. طب دول اقسم الاول تبقى فيها الاثنين، تبقى هنا 20 زائد 2 يديلك 22. بكده حبايبي لقائي معاكم خلص، وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا. بس اوعوا تنسوا تدخلوا على فيديوهات المفاهيم اللي موجودة على قناة معلم الرياضيات. انا حاطط لك في اخر دقيقة في الفيديو الصور بتاعت شاشة النهاية، صورة للمفاهيم وصورة للدروس بتاعتنا وصورة للتقييمات الامتحانات بتاعتك اللي هتجيلك، هتجيلك من خلال الدليل، وانا جايبها من خلال الدليل والكتاب بتاعك. وهنزل برضو تاني ان شاء الله فيديوهات تانية، 9 فيديوهات نازلين. حبايبي معلم المادة للدرس التاني في الوحدة التامنة، الدرس عنوان اي العمليات اولا. في المخطط بتاع الترتيب اللي قلنا عليه اللي هو بالشكل ده، يعني المفترض ان انت تعرضه زي ما عرضته بنفس الوقت اللي انا عرضت فيه بعد في الشرح بتاعنا. والنظرة العامة على الدرس ان في الدرس ده هيتعلم الاولاد ترتيب اجراء العمليات الحسابية ويطبقوا اللي اتعلموه لحل المسائل المكونة من عمليتين، وبعد كده الاسئلة الاساسية للدرس. خد بالك ان احنا بنشتغل مع عمليتين بس، مع انه في مسألة الاخيرة في تحقق جايبها 3-2 جمع وواحدة ضرب، يعني 3 عمليات. الاسئلة الاساسيه للدرس، ايه الاستراتيجيات اللي يمكن استخدامها لحساب الاجابات، وايه ترتيب العمليات في حل المسائل متعدده الخطوات. ده امر مهم طبعا زي ما احنا شايفين، وقلنا اذا كنا بنشتغل من اليمين لليسار يبقى هنتعامل مع الضرب والقسمه من اليمين لليسار اولا، وبعدين ندخل على الضرب والجمع والطرح. واذا كنا ماشيين بالعكس من اليمين لليسار يبقى نفس الكلام برضو، تتبع العمليه اللي هتتعمل الاول تكون الجمع الضرب او القسمه، وبعدين بعد كده الجمع او الطرح اللي يجي لك في المساله. جمع والطرح يعني واحده من الاثنين، جدي او جدي تتعامل معاها بعد الضرب والقسمه. تحضيرك يعني جهز النسخه الكبيره من المخطط بتاع ترتيب العمليات دي عشان تعرضها، والكلمات بتاعتك اللي احنا محتاجينها كلمه ترتيب العمليات، ودي النسخه الرقمية. بالنسبة لتحضيرك لمدة الساعة 60 دقيقة في جدول تحضير، مدته 60 دقيقة للشرح بتاعك. الجدول طبعا الشرح مختصر في مفاهيم الرياضيات، اذا كان وقتك ما بيسمحش بانك تشرح الدرس كامل زي ما عملت زي ما انا شرحت كده، هتلاقيها في قناة معلم الرياضيات، وهتلاقي الرابط في اول صندوق الوصف، وهتلاقيها في اخر ثانية في الشاشة اللي موجودة على الفيديو. الدرس الثاني اي العمليات تاتي اولا، المطلوب المخطط الرئيسي لترتيب العمليات اللي اتكلمنا عليه، المفردات بتاعتك كلمه ترتيب العمليات، اهداف التعلم بيستخدم التلاميذ ترتيب العمليات عشان يحلوا المعادلات المكونه من عمليتين. الاخطاء ممكن جدا يحاول التلاميذ دايما ان هم يكملوا العمليات الحسابيه من اليسار الى اليمين من غير ما يبصوا للترتيب، وده خطر جدا وبيضيع المسائل مننا.
التقييمات بتاعتك، التحدث عن الاعداد اللي اتكلمنا عليها واللي هي طلعت مختلفه والكلام ده، واستكشاف ترتيب العمليات والكتابه عن الرياضيات والتدريب وتحقق من فهمك. ما تنسوش الاشتراك في قناتي للترم الثاني اللي هي براعم مبدعه، هتلاقيها جنب عنوان الفيديو، هتدخلك على القناه. شعار القناه موجود هنا، المسه هتظهر كلمه اشترك، اضغط عليها يزيد العدد واحد، يبقى انت اشتركت. لك اشتراكك غير فعلي، لازم تضغط على الجرس وعلى كلمه الكل. هحط لك هنا قائمه المفاهيم اللي موجوده على قناه معلم الرياضيات، لو ضغطت عليها تدخل عليها للمراجعات والافاده، وهحط لك هنا التقييمات والمراجعات للامتحانات برضو لو ضغطت عليها هتدخل عليهم بالترتيب، وهنا الدروس بتاعتنا اللي احنا شرحينها على قناه محمد عبده، هتلاقي جنب عنوان الفيديو رابط قناتي للترم الثاني اللي بتمر في الشريط فوق براعم مبدعه، وقناة معلم الرياضيات للترمين من كيجي إلى تالتة إعدادي. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا، أشكركم مع أطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.